إذن حول هذا الموضوع أيضا ينضم معنا ضيف مهم ومميز له أيضا حضور كبير في مدينة الموصل الحبيبة وله أيضا شعبية كبيرة. نرحب به سوية ونصبح عليه الأستاذ محمد عثمان الإعلامي والمقدم الإذاعي والملقب بأبو براء. وصباحك فرح وسعادة أستاذ محمد. صباحكم عسل وصباح الخير عليكم وعلى مستمعي إذاعة الغد. تستحق الأكثر أستاذ محمد. تعرف الآن إحساسي يختلف لأنه مقدم إذاعي وأيضا إعلامي كبير وكذلك يعني رجل له باع في هذا المجال. يعني سعيدة جدا أن أكون أنا ضيفتك أيضا وأن أتشرف بأن تكون لك مقدمة لهذه الأسبوحة مع جمهورنا في الموصل الحبيبة وفي أنحاء العراق. أنا قدمت العديد من البرامج الإذاعية، ولكن نستوقف قبل إذاعة نينوى. أنا عايشت الإذاعة خاصة العراقية منذ عام السبعينات، وكان هناك إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد، وكان مثل ما ذكر الأخ تبث عبر موجة الأي إم أو ما نطلق عليها المتوسطة. كانت تبث من بغداد وكان هناك توجيه لهذه الإذاعة لكي تصل إلى الموصل والبصرة. وبعد ذلك كما تعلمين في الثمانينات دخلت إذاعة صوت الجماهير، وهذه قبل كان إذاعة القوات المسلحة، حيث تضم كل النخب الممثلين والفنانين والإعلاميين الذين يؤدون الخدمة العسكرية كانوا يدخلون إلى هذه الإذاعة. أتذكر منهم المرحوم راسم الجميلي، المرحوم رشد عبد الصاحب، يعني عمالقة الفن والإعلام. بعدين كان هناك خط متوازي لإذاعة الجمهورية العراقية من بغداد وإذاعة صوت الجماهير، هذه في الثمانينات من القرن الماضي. كانت إذاعة الجمهورية العراقية من بغداد تتميز أنها إذاعة رصينة يتم اختيار المقدمين والمذيعين بدقة عالية. في يوم من الأيام حضرت دورة في بغداد، قال لي أحد يعني مقدمي البرامج، قال دخلنا 100 شخص لكي ندخل في اختبار لاختيار مذيعين. من هؤلاء 100 تم اختيار 4. كانت الأولويات للثقافة، يعني يسأل هذا الشخص المقدم عن بعض الأسئلة اللي تخص الثقافة العامة بالنسبة للدول، حتى يسأل عن رؤساء الجمهوريات، رؤساء الوزارات، وزراء الخارجية، عواصم المدن، يعني معلومات عامة. نعم دقيقة، ولكن هذه تقال ثقافة. وست فيحاء هناك فرق بين المذيع الذي يقدم نشرة الأخبار وبين مقدم البرنامج. نعم، هذا الموضوع مهم جدا، خصوصا بعد أن طغى اليوم عالم الانترنت وكذلك التكنولوجيا اللي بعدت شبابنا عن القراءة عن الثقافة. يمكن قبل وحضرتك تأيدني ماكو شاب وماكو إنسان ما لازم كتاب بإيده ويقرأ سواء في الباص أو بحديقة عامة. حدثنا عن هذا الجانب. اليوم ليش موضوع القراءة تغيب؟ ليش اليوم ثقافة شبابنا نحسها ضعيفة؟ المفردات أيضا ركيكة بالنسبة إلى البعض من الشباب. تفضل. مع الأسف لو نعود قليلا إلى الوراء، الراديو كما ذكرتي كان يدخل كل بيت، الكل لديهم راديو والكل يسمعون. بعدين الراديو دخل الآن إلى كل السيارات. يعني نحن جمهورنا في الإذاعة هو سائق السيارة، ربة البيت التي تشغل الراديو في المطبخ. الإذاعة ست فيحاء تعتمد على صوت مقدم البرنامج أو المذيع. التلفزيون الآن عندما تظهر مذيعة جميلة الكل ينتبه لها ولا يسمع ماذا تقول. أما الإذاعة فتعتمد على الصوت، المستمع أو المتلقي ينصت إلى هذا المقدم البرنامج أو المذيع وينصت إلى صوته.
في قراءة الأخبار أو في تقديم المعلومة. إذا الإذاعة تعتمد على الصوت، ولهذا تحسها أصعب عذرا للمقاطعة أستاذ محمد. العمل الإذاعي أصعب من العمل طبعاً. اللي يكون يعني تلفزيون. نعم، شنو الفرق باعتبارك إذاعي مميز؟ نعم، كيف نجذب المتلقي أو المستمع لكي يستمع إلينا. كما قلت لك، في التلفاز عندما يظهر مذيع وسيم أو مذيعة جميلة ننتبه له، ولا نسمع ماذا يقول أو لا يهمنا ماذا نقول. الآن ظهرت مشكلة السبتايتل، تظهر أسفل الشاشة. إذا المذيع المتلقي يكون بين الصوت والصورة والقراءة، لكن في الإذاعة هناك الصوت الذي يخرج عبر الأثير وينطلق من الراديو. المتلقي هنا والمستمع ينصت إلى هذا الشيء. نعم، هاي نقطة مهمة. بالنسبة للقراءة، أعود وأقول القراءة غذاء للروح وغذاء للإنسان، عليه أن يقرأ. يعني هناك مقولة تقول اقرأ 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 اقرأ، القراءة لا تنتهي. فدعوتي إلى خاصة زملائي وأولادي وأخواني الإعلاميين الشباب، عندي بعض النصائح. أولا، لا تغتر، لا تتكبر، لأن الغرور والتكبر هي شهادة وفاء لهذا الشخص. نلاحظ البعض الآن من الشباب هو إعلامي يعمل في مؤسسة قد يستغرق في العمل أيام أو أشهر، يأتي وما يكلم أو يأتي ويتكبر ويقول أنا أعمل في القناة الفلانية. لا، إنسان من تواضع لله رفعه. فأول صفة يجب أن لا نتكبر، لا نغتر. يعني أنا ما أنعرفت 20 واحد من أهل الموصل يعرفون فلان الفلاني معناها وصلت إلى القمة. لا، بالعكس، الإنسان كلما تواضع كلما الله سبحانه وتعالى رفعه. الصدق الإعلامي والصحفي يجب أن يكون صادق. حقيقة، لأن المتلقي في الإذاعة أو في التلفاز يلاحظ هذا مقدم البرنامج. عندما يكون صادقا معه ويتواصل معه ويقدم له المعلومة، أكيد الإحساس والصادقة. نعم، العمل الإذاعي يعتمد على الإحساس بالمقدم وعن وسيلة توصيل المعلومة وأيضا الفكرة إلى المتلقي عن طريق الصوت. حقيقة دائما أقول برامج الإذاعة هو عنوان لهذه الإذاعة. كل أي برنامج يقدم في الإذاعة يحمل بصمة الإذاعة وتكون فيه الفائدة. يعني عندما نقدم أي برنامج، المعلومة التي تقدم ستكون هناك فائدة فيها. أما الأغاني التي تقدم الآن ونسمعها للمطربين الكبار والتي سجلت بطرق بدائية بسيطة، حقيقة لا إلا نقول الله على الزمن الجميل. يعني ناظم الغزالي من عمالقة الغناء العراقي. البعض يقلد ناظم أو يدخل بعض الإلحان، ولكن يبقى ناظم الغزالي، يبقى حسين نعمة، يبقى فاضل عواد، يبقى سعد جابر، هؤلاء عمالقة هو الغناء هو العراقي. أنا حبيت أسألك سبب خلود هذه الأعمال العراقية، هذه الأصوات العراقية، الكلمات البسيطة، الأجواء البسيطة اللي كانوا عايشيها، سبب بقائها. نعم، أولا الأغنية تعتمد على 3 أمور. أولا الكلام، ومن ثم اللحن، وبعدين الصوت الذي يؤدي. أيام زمان كان هناك لجنة لجنة من كبار يعني الإعلاميين والكتاب والملحنين والمطربين، وبعض الآخر قد يكون مدير هذه الدائرة. عندنا مثل بالمصلاوي يقول يعصر اللحن وتعصر الكلمات، لا تكون كلمة بذيئة، لا تكون كلمة تخدش المسامع. وإذا هناك لجنة تقوم بالتدقيق والتمحيص، ومن ثم تعطى الأولوية. حتى تتذكرين بالثمانينات كان هناك موجة تسمى موجة الكاسيت. نعم، يعني يشتهر مطرب على حساب مطربين عمالقة بالكاسيت. ولكن هذا لا يقبل بالإذاعة. يعني كثير هناك من المطربين وصلوا إلى مرحلة النجومية لم تبث أغانيهم في الإذاعة. نعم فعلا، حقيقة الشهرة لا تأتي اعتباطا ومحبة الناس لا تأتي اعتباطا. أنا كان أملي أتكلم كثير، ولكن والله خلال سنوات عملي 10 سنوات كنت أذهب في أيام منع التجوال، يعرفون أهل الموصل منع التجوال، أذهب من بيتنا باليرموك إلى الدائرة بالكرامة الأيمن إلى الأيسر، أبرد دراجة
هوائية للمرور. ثلاث مرات أذهب بدراجة هوائية للمرور إلى الدائرة، أصل الدائرة في الوقت المحدد بالتسعة. ليش نقول الصدق؟ الصدق فعلا. المواطن تعود يسمع أبو براء وكثير من الآن المستمعين المتقاعدين والجهة المتحية، المعوقين، النساء، الرجال، كل أهلي في الموصل كانوا يسمعون في التسعة، انتظروا ماذا سيقول أبو براء عبر إذاعة نينوى. فكنت أذهب وأأتي حتى أقدم لهم المعلومة، وأتمنى أن أكون صادق، وأتمنى أن أكون قد خدمت الموصل ومحبة الناس حقيقة فوق رأسي، وأنا أحب كل أهل الموصل، أتمنى أيضا أن يبادلوني هذه المحبة. أكيد هذه الأمانة الكبيرة من حضرتك، وأيضا صدقك وإحساسك بالآخر هو الدافع الأساسي لأن تكون في الموعد المحدد أستاذ محمد. حنينك لتلك الأيام ولبرنامجك، ماكو نية أنه تكون لك أيضا حلقات جديدة وعودة مع الميكروفون؟ ست فيحاء، أنا بكيت كثير عبر الإذاعة، ويمكن يسمعون الآن في الزنجيلي، عندما كانت نكبة الزنجيلي بكيت الكثير الكثير عندما أقدم برنامج عن الأم في يوم الأم. أنتوا عندكم بغداد يسموها مناخة، نعم، كنت أقضي ساعة أو ساعتين من البرنامج أبكي لأني فقدت أمي، ودائما أقول كل أمهات الموصل هم أمهاتي. وفي يوم من الأيام قدمت برنامج قلت يا من لك أم، يا من لك أم، أنت الآن الجنة بين يديك، لا تفرطي في الجنة. إذا كنت زعل أمك اذهب وصالح أمك، إذا كنت أمك بعيدة عليك اذهب وقبل يديها ورجليها. فقلت لهم اذهبوا بهدية بسيطة. في اليوم التالي وقفت تاكسي قلت له إلى دائرة إلى الكرامة، قال لي أنت أبو فلان؟ قلت له لا، قال لي بصعد. صعد، قال لي والله يوم أمس تكلمت وأخذت كيلو بقلاوة وذهبت إلى أمي بالليل قدمت لها البقلاوة، قلت له أنت سمعت إذا عفنين وسمعت أشقال أبو براء بناء على كلامك. نعم هو هذا الشيء. نعم. ليش أقول نقدم شيء بسيط معلومة تفيد أهل الموصل وتفيد المجتمع الكريم، وأقول لأهلي في الموصل إن شاء الله قوادم الأيام ستعود إذاعة نينوى بحلة جديدة، إذا كان حتى أبو براء خارج هذا الكادر فسيكون هناك من يأتي ويكمل المشوار حتى نخدم مدينتنا نحن وإذاعة الغد، الإذاعة اللي يعمل فيها من أصدقائي وأعز ناسي في هذه الإذاعة. نعم، إذن بارك الله بك أستاذ محمد، وتبقى رسالة الإعلامي رسالة كبيرة تبنى على صدق والأمانة وعلى الشفافية والنزاهة. كنت ضيفا عزيزا معنا أستاذ محمد عثمان الإعلامي والمقدم الإذاعي، شكرا جزيلا لك. عبرت عجب داركم، لو ما أحيس عبرت عجب داركم، والتمت بروح المحن اشتريت.